أنا اسمي شادي، أنا طالب في جامعة إنالكو. أنا أدرس اللغة العربية والعائلة الدولية. اليوم أنت سفير فرنسي في تونس، اسمك فرانسوا غويي نعم صح؟ نعم نعم لماذا وكيف أنت تعلمت اللغة العربية؟ أنا جيت للغة العربية يعني في الجامعة بعد سنوات من الإجازة في الجزائر. كنت أقضي إجازة صيفية في السبعينات لما كنت مراهق في الجزائر، ويعني ابتديت بتعلم اللغة الدارجة في المغربية والجزائرية خلال الإجازة. ويعني لما حصلت على البكالوريا دخلت الجامعة، ويعني اخترت معهد اللغات الشرقية لكي أتعلم اللغة الفصحى، ودرست 4 سنوات في المعهد. وبعد ذلك يعني عملت تخصص في الترجمة في معهد المترجمين في دوفين في الإيزيد كو سوبيرناتيفا تراديكتور، ويعني سنتين إضافيتين وحصلت على شهادة مترجم عربي فرنسي. وكيف أنت تستعمل اللغة العربية في عملك؟ أنا استعملت اللغة العربية في عملي منذ يعني 35 سنة، حيث يعني نجحت في الامتحان الخارجية في 80، وأرسلت إلى ليبيا كمنصب أول دبلوماسي في طرابلس. وطبعا ليبيا هي من البلاد العربية التي يعني لا تستعمل اللغات الأجنبية كثيرا، ولازم على الذين يعملون في ليبيا أن يتقنون يعني يعرفون اللغة العربية ويستعملون اللغة العربية. ثم ذهبت إلى السعودية، وطبعا في السعودية نفس الشيء، يعني اللغة العربية هي اللغة المستعملة. وبعد ذلك يعني عملت في عدة بلاد عربية أخرى بما فيها سوريا والإمارات المتحدة العربية المتحدة وليبيا يعني مرة ثانية، وكنت سفير في تونس منذ 4 سنوات. وحتى في تونس هو بلد فرانكوفوني، ولكن اللغة العربية تستعمل، يعني تستعمل في الشارع، تستعمل في المجتمع. وأقول أنه يعني استعملت اللغة العربية يعني معظم الأوقات اللي عملت فيها في البلاد العربية استعملت اللغة العربية. شكرا لك يا شكرا شكرا، سيد وأنا فرانسوا غويي. أتمنى لك يعني مستقبل شاسع إن شاء الله، وأنت من تسلم الجيل الصاعد في فرنسا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا تسلم. شكرا. شكرا.